بومادينا الدولي. نعم، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، تحط في هذه اللحظات الطائرة التي تطل رئيس الجمهورية العربية السخاوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالي بمطار الجزائر الدولي هو بومادين، وبحفاوة كبيرة يستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضيف الجزائر الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في أرض الثوار ومنبع الأحرار. الآن يحيي الرئيس الصحراوي وزير الخارجية، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الجزائر لطالما ساندت القضايا العادلة في العالم. الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الأفريقية تواصل كفاحها ضد المستعمر من أجل استقلالها. مشاهدة الزور.